أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا مدرس لمادة القرآن الكريم وأتأثر بالقرآن، ثم بعد ذلك أغفل عن الآيات. ثم بعد ذلك أغفل عن الآيات. أنا إيش؟ أنا مدرس لمادة القرآن الكريم وأتأثر مادة القرآن الكريم. القرآن يسمى مادة. نعم. يقول: أتأثر بالقرآن. لو قلت درس القرآن. أنا أدرس درس القرآن أحسن. نعم.